ياك لاباس، شفتك بحال مقلق، اشنو واقع؟ وياه رشيد جارنا اللي في المغرب يالله اتصل بيا حيت وقع عليه خسائر بسبب الفلوس ديال الماء اللي جايه من دارنا. بان لي خصني نعيط لخويا في المغرب يمشي يحل لي هذا المشكل واخا نخسر ليه العطله ديالو. ويلي لهالدرجه؟ راه هادشي اورجون، على ما قال لي الخسائر كبيره بزاف عنده، ما عرفتش شنو خصني ندير. بارك عليك من ستريس. دابا مع باك بلادي بريستيج البنك الشعبي راه بالك غادي يبقى هاني مع خدمه المساعده اس ام اس، غادي يصيفطوا لك بلومبي في الحين اللي غادي يحل هذا المشكل، وهكذا كلشي غادي يكون فرحان. عندك الصح، مشات لي هاد القضيه من بالي، وراه يمكن نكلفوهم باش ينظفوا الدار ويعقموها الا احتاجينا. شكرا حيت فكرتيني. ما عرفتش كيفاش كنتي غادي تعيش بلا بيا. من خلال باك بلادي بريستيج البنك الشعبي غادي يبقى ديما قريب من مغاربة العالم. خدمة المساعدة الخاصة SMSA كتقدم لكم تكفل شامل بكل حاجيات ديالكم، ديباناج، الخدمة المنزلية، المساعدة، الصحة وخدمات أخرى، بمجرد الاتصال بهم على الرقم اللي كيبان في الشاشة سواء كنتم في المغرب أو في الخارج. للمزيد من المعلومات يمكن لكم تجهل وكالة البنك الشعبي أو تزوروا الموقع www.bcpconciergerie.com أو تقدروا تتصلوا بمركز علاقات الزبناء من بلاد الإقامة ديالكم عبر الأرقام اللي كتبان لكم على الشاشة. البنك الشعبي نكبروا جميعاً.